أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما معنى ما جاء في الحديث القدسي وما ترددت في شيء أنا فاعله؟ قال: ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. نعم، آخر الحديث يفسر ما قبله. تردد معناه كراهة، والله يكره ويسخط ويغضب سبحانه وتعالى، فمعنى تردد الله في موت عبده يعني كرهه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.